لو انا خلاص مثلا كنت فتره طويله من حياتي مش بصلي لسبب او لاخر وقررت اني اخد الخطوه، مفيش اي راي مثلا فقهي يقول لي لا والله خلاص اللي فات يعني يدخل في قوله تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات مثلا، فخلاص الصلوات دي تسقط وابدا صفحه جديده؟ في حاجه ممكن تقول كده؟ علشان برضو ننتبه ان اللي بيسيب دلوقتي ياخد باله ان كله يعني دين عليه. تمام، هناك رأي فقهي في هذه المسألة ولكنه رأي غير معتبر وغير معتمد. ذكره بعض العلماء وهو أن التوبة تجب ما قبلها ومن ذلك الصلوات الفائتة. يبقى الإنسان إذا تاب عليه صلوات فائتة لا يجب عليه قضاؤها، لكن ليس هذا هو المعتمد. المعتمد غير معتبر، يعني المعتبر والمعتمد في المذاهب الأربعة أن من فاتته صلاة يجب عليه قضاؤها، وبالتالي إذا الإنسان فاتته فوائد كثيرة يجب عليه أن يقضي هذه الفوائد حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه قد قضى ما فاته. فإنسان مثلا ظل 3 سنوات لا يصلي، نسأل الله العفو والعافية، ففي هذه الحالة يظل 3 سنوات أخرى يصلي مع كل فريضة فريضة مثلها، أو 1.5 سنة يصلي مع كل فريضة فريضتين مثلها، أو هكذا. وإحنا دلوقتي قضية قضاء الفوائد دي يعني حسابها أصبح ميسورا، إحنا كل إنسان مع موبايل يقدر يحسب عدد الصلوات الإجمالي بغلبة الظن ويكتبه على الموبايل، وكل ما يصلي ظهر يسقط من العدد واحدا، كل ما يصلي العصر يسقط من العدد واحدا، وهكذا حتى يتم ما فاته. فإن مات في أثناء هذه الفترة ممكن أنا فالله عفو علي مثلا 10 سنين ولا 15 سنة، حد ما صلاش في حياته وجي مثلا على 30 ولا حاجة قال والله أنا خلاص قررت من اللحظة دي أني يعني توبت وإن شاء الله أعدل المسار وحافظ على الصلوات وهبدأ أقضي في هذه الفوائد، وكل يوم بجيب مع الفرض فرض لكن قد يدركني الموت، ففي الحالة دي ربنا يعفو عني ولا يفضل عليا هذا الدين؟ أولا إن شاء الله تعالى يعفو بإذن الله تعالى، ففضل الله واسع وكرمه جزيل سبحانه وتعالى. رقم واحد. رقم اثنين، احنا بننبه برضو أن قضاء الفوائد أولى من أداء السنن. قضاء الفوائد، بل بعض الفقهاء ذهب إلى التحريم في أداء السنن إذا كانت هناك فوائد. أنا أقدم قضاء الفوائد على ذلك. ولذلك إحنا بقى هنوصي بقى أن الناس تكتر، يعني أصلي مع الظهر مش ظهر واحد، ظهرين وثلاثة وأربعة حتى أقضي ما علي. وهنا قضاء الفوائد مقدم زي حضرتك أشرت، يعني لو واحد بيصلي قيام ليل وسنن وما إلى ذلك. طب الرأي اللي هو بيقول أنك يعني مع كثرة السنن أو النوافل تجبر هذه الفوائد، هل هذا قول معتبر أيضا ولا لا؟ تجبر الفوائد بمعنى أنها تغني عن قضاء الفوائد؟ لا تغني. لا 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 تغني. لا تغني. كان بس يعني عشان بس الناس بتستثقل هذا، لكن إحنا رأينا فعلا كان عندنا واحد في القرية اسمه الشيخ أبو الحسن، كان سنه كبير، فكنت ألاقيه بعد ما يخلص الصلاة قاعد بيصلي كتير ما شاء الله. هو سنه كبير ويعني ينزل بمجهود ويطلع بمجهود، فأنا يعني لقيته كتير، فعم الشيخ أبو الحسن أنت بتصلي كتير كده ليه؟ فقال لي أنت ما تعرفش سنة علي صلوات فائتة فأنا بقضيها. وكان سنه يمكن فوق 60 فوق 70، ومع ذلك كان منشغلا بقضاء الفوائت التي عليه، بحيث أنك لا تكاد تجد، أولا هو دائم التردد على المسجد ولا يجلس في المسجد هكذا من غير صلاة، إنما هو دائما يصلي ما دام في المسجد يقضي مما عليه رحمه الله تعالى.